بنات الله تقود للتوبة، ولكن طول أنات الله مش على طول. احترسوا من أن تقعوا في غضب الله. ربنا يصبر يصبر، ولكن إذا غضب يقول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. هذه كلمات قداسة البابا شنودة بعد حادثة فظيعة شنيعة أعتقد سنة 2011، وما زال هذا الأمر يتكرر حتى يومنا هذا. أهلا أعزائي المشاهدين، موضوع حلقتنا في هذا اليوم موضوع كتير كتير مهم، احذر غضب الله. وهذه الكلمات مش بس كلمات قيلت على قداسة أو على فم قداسة البابا شنودة، لكن هذه كلمات كتابية واقتبست أيضا من الكتاب المقدس. اليوم في محاولات لذبح وعرق تطهير عرقي في بعض الدول العربية مثل العراق مثل سوريا، للأسف جماعات مسلحة لا تهمها ولا تبالي بحياة الناس أو بالنساء أو بالأطفال، يؤمنون بثقافة الموت ويؤمنون بثقافة الظلمة والشقاء والبؤس، يؤمنون بفلسفة الدمار والهلاك، يؤمنون بفلسفة الذبح ودين القتل والإرهاب. وطبعا هذا الشيء مش غريب على المسيحيين، فالمسيحية من مهدها وهي تواجه أشد الاضطهادات وأشد العذابات، سواء من ابتداء اضطهاد المسيحيين في بداية الإمبراطورية الرومانية، وحتى يومنا هذا في دول كثيرة تحاول أن تخلص، تحاول أن تقضي على المسيحية. لكن كلمات الرب كما قال الرب يسوع لشاول الطرسوسي: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخث.